حملة التلقيح الوطنية ضد الحصبة وشلل الأطفال تندرج في إطار تعزيز مناعة الأطفال وتحصينهم ضد أمراض الطفولة الخطيرة وزيادة الوعي حول أهمية برنامج التلقيح لإيصال اللقاحات إلى جميع المناطق في سوريا. طبعا الحملة تستهدف 1,600,000 طفل في كل أنحاء الخط العربي السوري. يتم تعاطي هذه اللقاحات من خلال مراكزنا الطبية ومن خلال الفرق الثابتة والجوالة التي تتواجد في كل محافظات قطر. طبعا أهيب بكل الأمهات بضرورة التوجه إلى مراكز الصحية لأخذ هذه اللقاحات بغض النظر عن اللقاحات السابقة مهما كان الطفل أخذ اللقاحات للأهمية وخاصة في هذه الظروف. الحكومة مستمرة في بذل قصارى الجهد للتخفيف من الأعباء المعيشية للأسر المهجرة وتوفير البيئة المناسبة للوقاية من الأمراض. سوف نسهر على تأمين الإيواء والإطعام وبرنامج اللقاح وتعليم الأطفال لأهلنا في كل مكان ولن يسنين أحد عن هذا الأمر. أم إسلام إحدى النساء اللواتي لم تعيرن انتباها كبيرا لأهمية اللقاح لكن الأوان قد فات. بس من سنتين وجاي هيك قاموا يقولون لا تلقحون الأطفال التلقيح فاسد. هيك أنا ما رحت والعنا مركز صحي بنفس القرية وتلقيح شقاء نامت ما بكل شيء وقعدت ما تمشي على رجلها اليمنى ثاني يوم رجلها اليسرى ثالث يوم وديها اثنين وهذا حالها من وقعت لها اليوم صارت بالحالات هاي صارت 3 حالات بقريتنا نفس القرية. شو اسم القرية؟ قريتنا الطيانة. بالنسبة لحالات دير الزول بالذات تأكدنا من الأمهات انه كان اللقاح موجود وكان المركز الصحي موجود ولكن صار في إشاعات. هالإشاعات هي يعني مفادها انه اللقاح فاسد او اللقاح بضر بالأطفال. هاللقاحات مراقبة بتم مراقبتها على اعلى المستويات. تأتي هذه الحملة في ظروف صعبة بسبب استمرار الإرهابيين بالاعتداء على المنشآت الصحية ومنع الأهالي من اصطحاب أطفالهم إلى المراكز لأخذ اللقاحات التي تبذل الدولة جهودا كبيرة لتأمينها علما أنه منذ 14 عاما لم تسجل أي حالة إصابة بشلل الأطفال ولكن الظروف التي فرضتها الأزمة تنذر بعودة هذه الأمراض التي يمكن الوقاية منها باستخدام اللقاحات ونشر الثقافة الصحية.